اسيدي انا شديت كريدي دو كونسوماسيون وجلست من الخدمه. كما كنعرفوا الاخوان كاين قروض بضمانات اللي ذكرنا شحال هذه مثل السياره او المنزل، وكاين قروض بدون ضمانات يعني غير خصك تكون خدام. والقروض بدون ضمانات هما الموضوع ديالنا في هذه الحلقه، نزولا للطلب ديال المشاهدين اللي كيسولونا في الجيميل. فاش يكون واحد الانسان خدام سواء كان في وظيفه عموميه ووظيفه خاصه او حرفي وخرج من الخدمه ديالو، اول حاجه خصو يديرها يمشي للبنكه اللي يشد منها القرض، يشعرهم ويقول لهم انا راه جلست من الخدمه. البنكه ماشي كتسد عليك الباب وكتقول لك اسيدي خلصنا، الا كتعطيك واحد الفتره استرحاميه، واحد الفتره استرحاميه ما بين 6 شهور حتى العام، لعل وعسى ترجع للعمل ديالك او تلقى خدمه اخرى. فاش كدوز هاد الفتره كامله وكيلقاوك مازال ما خدمتيش، كتدخل في واحد المرحله سميتها اعاده الجدوله، وكيولي عليك الامر عسير انك تسدد داك القرض لحقاش ما خدامش. من طبيعه الحال شنو كدير البنكه؟ كدعيك في المحكمه التجاريه، كترفع عليك دعوه. وبما ان الامر كيتعلق بالتزام تعاقدي كتحكم المحكمه لصالح البنكه وكتحكم عليك نتايا باش تخلص القرض ديالك، هذا شيء طبيعي. حتى لهنا عاد وصلنا للنقطه اللي كيتسائلوا عليها الناس، شنو غيطرى لي في عمليه تنفيذ هذا الحكم؟ انجيك من الاخر كتعفى من الاكراه البدني الا توفروا فيك واحد الشروط، يعني ما كيحكموا عليك بوالو. كتجمع ثلاثه ديال الوثائق، الاولى شهاده عدم العمل، من كنجيبها سيدي كنجيبوها من البلديه، والثانيه هي شهاده الاحتياج التي تثبت العوز، يعني ما قادش تخلص وما عندك تريال. والوثيقه الثالثه من طبيعه الحال غتجيبها من المديريه العامه للضرائب، يعني ما عندك حتى شي ملكيه، شهاده عدم الملكيه. وبهذه الحاله كتعفى من الاكراه البدني، فقط الاكراه البدني وما كاينش فيها السجن. وكتبقى المساله ما بين البنكه والمحكمه، وانت كيطرف عليك الاكراه البدني. في حالات ما جبتيش هاد الوثائق دونك راه عندك المال يعني لاباس عليك، او انك عندك ملكيه، في هذه الحاله غتقوم بالمصادره ديالها او البيع ديالها في المزاد العلني. واغلبيه الناس اللي كيشدوا الكريدي كيتوفروا فيهم هاد الشروط، كتلقاه عنده عوز يعني شهاده الاحتياج راه محتاج. كان هذا هو الموضوع ديال الحلقه ديالنا، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، واللي ما ابونيش ابونا معنا دابا وفعل علامه الجرس باش يوصلوا جميع الفيديوهات الخاصين بنا. تحياتي.